بسم الله الرحمن الرحيم. روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية، مادة الرياضيات، المعلمة ميساء الكلوب. أهلا بكم طلابي الأعزاء، سنكمل اليوم إن شاء الله حل أسئلة درس طرح مضاعفات العشرة والمئة ذهنيا. كان معنا واجب يا ثاني السؤال الأول، أجد ناتج الطرح ذهنيا. فلنبدأ معا بحل الأسئلة. 1. 689 ناقص 40، الأربعون هي من مضاعفات العشرة، إذن منزلة الآحاد والمئات تنزل كما هي، التغيير سيحصل على منزلة العشرات. 8 ناقص 4 4، إذن الناتج 649. 2. 513 ناقص 100، المئة هي من مضاعفات المئة، إذن الآحاد والعشرات تنزل كما هي. 5 ناقص 1 4، إذن الناتج 413. 3. 482 ناقص 100، المئة من مضاعفات المئة، إذن منزلة الآحاد ومنزلة العشرات تنزل كما هي. 4 ناقص 1 يساوي 3، الناتج 382. 4. 867 ناقص 50، أسأل نفسي يا ثاني الخمسون هل هي من مضاعفات العشرة أم المئة؟ من مضاعفات العشرة، إذن منزلة الآحاد والمئات تنزل كما هي. 6 ناقص 5 1، إذن الناتج 817. 5. 681 ناقص 30، الثلاثون من مضاعفات العشرة، إذن منزلة الآحاد ومنزلة المئات تنزل كما هي. 8 ناقص 3 ويساوي 5، إذن الناتج 651. إذن نتذكر معنا يا ثاني أن الطرح الذهني هو أن أطرح دون أن أستخدم آلة حاسبة أو ورقة وقلم. 6. 914 ناقص 300، 300 هي من مضاعفات المئة، أحسنتم، إذن منزلة الآحاد والعشرات تنزل كما هي. 9 ناقص 3 ويساوي 6، إذن الناتج 614. 7. 763 ناقص 200، المئتان من مضاعفات المئة، إذن منزلة الآحاد ومنزلة العشرات تنزل كما هي. 7 ناقص 2 ويساوي 5، إذن الناتج 563. 8. 746 ناقص 40، الأربعون من مضاعفات العشرة، إذن منزلة الآحاد ومنزلة المئات تنزل كما هي. 4 ناقص 4 صفر، إذن الناتج 706. أجد العدد المفقود. 9. 783 ناقص فراغ يساوي 283. أسأل نفسي يا ثاني أين التغيير بين العدد الأول والناتج؟ الآحاد 3 والناتج 3، العشرات 8 والناتج 8، والمئات 7 والناتج 2، إذن منزلة الآحاد والعشرات هنا أصفار. أسأل نفسي ما العدد الذي أطرحه من منزلة المئات وهي 7 يعطيني 2؟ أحسنتم، 5، إذن الجواب 500. 10. 580 ناقص فراغ يساوي 520. أسأل نفسي ما التغيير الذي حصل بين العددين؟ المئات 5 وهنا 5، العشرات 8 وهنا خرجت 2، والآحاد 0 0، إذن هنا الآحاد تنزل 0. والثمانية، أسأل نفسي ما العدد الذي أطرحه من الثمانية يعطيني الناتج 2؟ 6. 8 ناقص 6 ويساوي 2، وهنا أكيد يثان الصفر ما إله أي قيمة، إذن ما بنكتبه، إذن الجواب 60. 11. 499 ناقص فراغ يساوي 439، أين التغيير؟ التغيير في منزلة العشرات، إذن هنا صفر. أسأل نفسي ما العدد الذي أطرحه من التسعة يعطيني 3؟ إذن 6، إذن الجواب 60. 12. 673 ناقص فراغ ويساوي 73، ما التغيير الذي حصل؟ الثلاثة هنا 3، والسبعة هنا 7، وهنا 6 خرج الصفر، أي هنا ما لها قيمة عشان هيك ثاني ما كتبوها.
إذن هنا ستة ناقص ستة ويساوي الصفر. طبعا هما ما كتبوا الصفر لأنه ما له قيمة، والسبعة والثلاث هنا خرجت أصفار. فلنأخذ السؤال الثالث عشر. 672 ناقص فراغ ويساوي 612. التغيير حصل يا ثاني بمنزلة العشرات، إذن هنا صفر. ما العدد الذي أطرحه من السبعة يعطيني واحد؟ ستة. سبعة ناقص ستة ويساوي واحد. 14. 345 ناقص فراغ ويساوي 45. التغيير حصل في منزلة المئات، إذن الخمسة هنا وأربعون تنزل أصفار، والثلاثة هنا تنزل ثلاثة. ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، إذن الجواب 300. أحل المسألة. في الحديقة 258 وردة ذات ألوان متعددة، 100 منها حمراء، فما عدد الوردات غير الحمراء في الحديقة؟ أطرح 258 ناقص 100. والآن أحل المسألة. 100 هي من مضاعفات 100، إذن التغيير سيحصل على منزلة المئات، وهنا الآحاد والعشرات تنزل كما هي. 2 ناقص 1 واحد، إذن الناتج 158 وردة. طبعا هذول يا ثاني الوردات غير الحمراء في الحديقة 158. 158 وردة. والآن يا ثاني إن شاء الله ألقاكم بالحصة الثانية، وهي في درس الطرح الذهني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.